على ريشة. أول شغلي بالبداية، اسمك هو فني يعني، وأنت رسامة وفنانة مبدعة، شفت شغلك ما شاء الله. حلا وريشة يعني الاسم، أنا من البداية فن. أنا والله يعني افتكرت بالبداية إنه اسمك اسم فني، إنه أنت مسمي حلا ريشة إنه لأنه أنت ترسمي بريشة، فأنت خلقاني فنانة. ها لكن شو رأيك؟ من أول ما خلقتي بتحب الرسم، هوايتك موهبتي. موهبتي رسم يعني. أنا ما دارسة رسم على فكرة، أنا دارسة متخرجة كيميو، بس الرسم يعني ما بحسن أتركه أبدا، هو شيء كتير مهم بحياتي. ما درستيه وهذا الإبداع ما شاء الله، هيك موهبة وطورتها مع الوقت يعني. لا ما درست رسم، ما دخلت فنون جميلة أو أي شيء بيخص الرسم. والله برافو، طورت حالي يعني مع الأيام، أحسنت أني وصل لمرحلة منيحة، تقدم منيح بالرسم. والله برافو عليك. طب كيف تحسي شغفك بالرسم يعني؟ كيف هو حب، هو طبعا هواية، هو شو فيك توصفيه هيك يعني للرسم؟ هلأ الرسم بالنسبة إلي مو بس موهبة، طبعا هو شيء أنا هيك بحس أنه يعني خلص صار جزء من حياتي يعني، ما أنه مثلا بس أنه هيك شيء عم بعمله، لا هو شيء صار جزء من حياتي. لأنه مثل مثلا أنت كيف تأكل كيف تشرب، وأنا إذا مرسمت كمان نفس الشيء، بحس أنه في شيء ناقص يعني، بعبي في وقتي بشكل كتير كبير وبفرغ فيه كل طاقاتي السلبية وبعمل كتير إشياء يعني. الرسم مو بس مجرد أنه ترسم مع الورقة، هو بيضيف شو بتشعر شو بتحس. حتى إذا كنت عم تفكر في شيء بشيء يعني أو بأمور كتير هيك مع بعضها، فيك تحطهم كلها برسمة واحدة. فهو يعني الرسم كتير فيه أفكار وكتير فيه بيعطي شيء للحياة يعني، تلاقي حياة الفنانين حتى غير الأشخاص العاديين. طيب أنت شفت عنا بورتري، أنت شو بترسمي غير البورتري؟ اي طبعا اكيد. هلا انا اخترت البورتري يعني هو لانه في يعني في شيء مميز، هو لانه كمان يعني كمان هو تحدي إلي انه تطلع صوره كتير تشبه الشخص يعني، نسبه الفرق يعني كتير 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 متقاربين لبعض. بس كمان انا برسم اشياء تانية يعني، برسم افكار، تعابير. شو فيني ارسم افكار يعني هيك من خيالي مثلا، فيني ارسم. وكنت من زمان قبل ما يعني اتجه لهذا الشيء او ركز عليه، كنت ارسم من قبل هيك صور يعني من افكاري من بالي، لوحات يعني عاديه بتعبر عن شيء يعني، حزن عن فرح عن، بختار هيك اي شيء بمر معي برسمه. برافو برافو برافو. طيب البورتري يعني من الفنون الصعبه يعني، مش سهل البورتري، من أصعب الفنون الرسم بعد هذا البورتري. هلا هو نوع من أنواع الرسم يعني، مو إنه أصعب، بس الصعوبة تبعته إنه بده كتير وقت وكتير طولة بال، وبده هيك الواحد يكون باله فاضي وعنده وقت يعني لهي القصص، لأنه التفاصيل اللي أنت بدك تطلعها بالرسمة ما سهلة يعني. إنه مثل ما قلت لك إنه تطلع الشخص يعني، مثل ما شفت مثلا أنا وقت اللي برسم بركز بالعين بالأنف بالكذا يعني، لازم تكون كتير بتشبه الواقع، فهي صعبته يعني. بتمسحي بتعيدي والله بتضلك ماشي بسلاسة؟ أحيانا يعني، لأنه بضطر أني عادل يعني بينه وبين الصورة، بس يعني عم حاول أني قدر الإمكان طبعا أنه من أول مرة تزبط معي. برافو. طيب يعني عملتي مثلا فن غير البورتري، شو هو التشكيل، الرسم الطبيعي، شو الأشياء اللي بتحبيها بالرسم؟ هلأ أنا كنت يعني من قبل أنه أحب مثلا، ما بعرف إذا عندك فكرة عن هدول العصور الوسطى كيف كانوا يرسموا الإنسان مثلا، في إلى معاني كتيرة يعني، فكنت أحب هذا يعني. أنا بحب أرسم الإنسان بشكل عام، بحب أرسم العالم، وكنت حابب يعني أحب أطلع تفاصيل الجسم، تفاصيل المرأة، تفاصيل يعني، كانت كتير يعني هالشغلة كمان تحدي انه انت تطلع بس من الخيال يعني، هي مو نقل تمام. فكانت كمان صعب انه تطلع تفاصيل الجسم، العظام، الايدين، الكذا، الاظافر، فكان كتير هذا الشيء صعب كمان، وكنت حب اني ارسم لوحات ايه وبس هيك. شفنا انه راسمي الفنان كاظم الساهر ما شاء الله صورة يعني
بتحسيها حتحكي بعد شوي. شفنا مثلا الرسم للفنان وائل كفوري. حبيتي ترسمي فنانين، ليش اخترتي هود الفنانين بالبداية؟ هلا رسمتي لكاظم بصراحة أنا يعني بستمتع كتير لما أسمع الأغاني، عنده صوت بجنن يعني، حتى بتمنى أني كمان وصله الرسمة لأستاذ كاظم. رسمتي لوائد اللي كتير مميز واللي كتير بحبه، وعن جد لما حضرت له الحفلة أنا مرة كان يعني الساعة الحقيقة هو شخص كتير لطيف، وكتير بتشكره أنه هو يعني أخذ الرسمة وكان كتير مبسوط، و يعني هيك ضف لي شيء كمان على ذكرياتي. فكمان يعني أنا أي شخص برسمه بتمنى أوصله الرسمة، يعني هي هيك هدية من القلب. بتحسي في أنت بتحبي أنه يعني مثلا هذا الفنان أو شيء بتحبي أنه تعملي له شيء؟ إيه أكيد، يعني نحن كيف منوصل محبتنا، هي طريقة بالنهاية أنه الواحد يوصل شيء. يعني مين من الفنانين بعد هيك حابة ترسميهم؟ هلا انا يعني بصراحه كل فتره بيطلع ببالي حتى، ما في شيء معين، بس يعني كلهم بحبهم طبعا. بس انه في يعني هيك احيانا مثلا تلاقي حدا طلعت له هيك غنيه مثلا بكون حبيت انا، بكون يلا على الرسم، لانه كمان يعني الناس بيكونوا حابينه بهاي اللحظه. ف يعني هيك. طيب حلا، انت يعني شو طموحك؟ يعني انت لوين حابه تروحي بهذا المجال، بهذا العالم اللي هو عالم كتير كتير كبير؟ هو مو بس انه رسم شخصيات، يعني انا بطمح انه ارسم بالالوان، اتعلم كمان رسم بالالوان لانه كمان فيه جمال رائع. يعني ارسم لوحات كتير كبيره مثلا. مي بس على بالفحم في لي رسمات بالالوان بس قلال كتير صراحه، لانه بحس يعني انا حدا ما بيحب الالوان كتير. اي بالفحم انا يعني هيك بستمتع، يعني بخلص هاي اللون هيك مريح للنظر بالنسبه لي. بس الالوان يعني جربت ارسم طبعا، هو شيء كتير مميز، وبدي احاول يعني الفتره الجايه اني ارسم الالوان. شوف على حسابي كمان، يعني ما شاء الله انه برسمي وبتصوريهم من البدايه، بريد فيديو كمان كتير حلو، يعني عم تعطي قيمه للرسمه اكثر. حدا بيساعدك والله انت لحالك بتعمل كل هذا الشيء؟ لا لحالي طبعا. هلا طبعا بحب انه اصور الصوره الرسمه هيك بمراحل، انه بتبين قديش انا تعبت فيها، وتبين تفاصيلها، وتبين انا قديش اخذت وقت. يعني بحاول هيك جمعهم كلهم مع بعض، ويعني فيديو مثلا او اي شيء يعني. فهي القصص كلها بعملها لحالي. حلا بتحسي انه الرسام عندنا بالعالم العربي مغبون حقه، يعني مش مثل برا، يعني مثلا بأوروبا أو شيء، مثلا لما ببلشوا بيكتشفوا ولد مثلا عنده هذا الفن بيتبنوه، يعني أهله، البيئة، الدولة، الوضع اللي عنده بيدعموه هيك. بتحسي أن الرسام مش ماخد حقه؟ هلأ أنه هو نوع من الاهتمام، يعني هلأ نحن نسبة المهتمين بالرسم قليلة بشكل عام، بس في يعني الواحد انه يروج للموضوع، انه شوفوا هذا الشغل. طبعا هلا العين بتلفت الشغله الحلوه بالنهايه، يعني انت اذا في عندك مجموعه من اللي بحبين، انا بالنسبه لي بكفوني انه هدول الناس مهتمين فيني، مهتمين برسمي. طبعا بحاول قدر الامكان انه ورجي الرسم للعالم، وانه خليهم يتعودوا يعني سواء مني او من غيري يعني انه على هذا الشيء، لانه هو كثير مهم كمان. الرسم ما انه شيء هين وشيء فن يعني بحد ذاته. ف يعني قد ما في الواحد يقدم اشياء للعالم تعجبهم، ليش لا؟ منالك كل التوفيق. شكرا كثير يا علي، شكرا.